الغلو في الصالحين، الغلو هو مجاوزة الحد في الثناء إما مدحا وإما قدحا، فقد تثني على شخص بخير وتتجاوز الحد، فهذا غلو، غلو في المدح أم في القدح؟ في المدح. وقد تثني على الإنسان بالشر وتتجاوز الحد في هذا، فهذا غلو، لكنه مدح أم قدح؟ قدح. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازة أثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ولما مرت به جنازة أخرى أثنوا عليها شرا فقال وجبت، فدل على أن الثناء يمكن أن يكون في المدح ويكون في القدح. والصالحون هم عباد الله عز وجل الذين قاموا بحق الله وحق العباد، ولذا قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فإنهم عملوا صالحا، فكانت صفاتهم بهذا العمل الصالح الصلاح. والصالحون كما قلنا هم كل من قام بحق الله وبحق العباد. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال فإنها تصيب كل عبد صالح في السماء والأرض،